بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالألوهية والربوبية لجميع الخلائق، فلا إله غيره ولا رب سواه، واحد أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المشاهدون لقناة طيبة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج رياض الصالحين. موضوع حلقتنا اليوم في فضل الصدق وتحري الصدق وترك الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي خافوا من الله، أدوا الفرائض، أتركوا المحرمات، قول قولا قاصدا صحيحا، لا كذبا ولا فيه تحريف، كلام صدق. أي وكما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. عليكم بالصدق، معناته يا معشر المؤمنين تحروا الصدق، ابحثوا عن الصدق وكونوا صادقين في أقوالكم، في أفعالكم، في نياتكم، في أعمالكم، ده الصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر، الزول يتخلق بأخلاق الصدق ويكسب الصدق ويكون كل أعوال في أقواله صادق، الصدق ده يهدي إلى البر. البر معناته الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة توصل للجنة. فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، كما نحذر الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الزول يكذب كثير يبقى الكذب يتأصل فيه، ويبقى الذي يكذب يكثر من الكذب، يبقى في الحال يكتب يوم الغياء، يكتب في الدنيا من الكذابين. والمؤمن دائما صدوق، والكذب ما من صفات المؤمن الصادق الإيمان، والكذب من صفات المنافقين. ولذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى دي علامات المنافق ثلاثة ديل: يحدث يكذب، يوعد يخلف. يبقى نعمل حسابنا، الزول ما يكذب أصلا لا في جد ولا في هزار. وجاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أنا زعيم معناته ضامن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ضامن قصر في ضواحي الجنة لمن يترك المغالطة والمخاصمة في الدين، وببيت في وسط الجنة لمنو لزول بترك الكذب حتى ولو في الهزار، وببيت في أعلى الجنة لزول بيحسن أخلاقه، يعامل الناس بمعاملة حسن الخلق، ده عنده قصر في أعلى درجات الجنة. يبقى ده الصدق. بعدين جاء برضو عن في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم
متبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يبدأ فترة التساوم. أها، ما لا، كل واحد كان صادق في بيعه وده صادق في شراه، ما في ذول واحد فيهم ناوي للتاني بالمكر، الاثنين صادقين، ده دار يشتري يستفيد ودار يبيع يستفيد. أهدي ربنا يبارك في بيعه، في بيع البايع، القروش اللي قبضها نتيجة بيعه، والمشتري ربنا يبارك له السلعة اللي اشتراها. أما إذا كذب وكل واحد فيكم خدع التاني، تساعي بالسلعة وغشه وكد لفظ، كل ذو المكر بالتاني، بركة تمت البيعة، البيعة تكون ممحوقة البركة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن صدق وإن كذبا وكتما بحقت بركة بيعهما. وعن الحكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف بالبيع، فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم وكثرة الحلف بالبيع، فإنه ينفق ثم يمحق. يعني أحذر من كثرة الحلف في البيع، أي تحلف بالبيع تورج السلعة لكن تمحق البركة. يبقى الزول لازم يكون صادق في بيعه في شراه في كل معاملاته، ما يكذب لا بالقول لا بالفعل، ما يكذب. ولذلك النزول يتحرى الصدق. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. يبقى هنا ده الزول ده كان عنده عيش برا، المطر صبت بلته، وعشان يغش الزيبون ويكذب عليه دخل جوه المخزن جاب العيش الناشف وغطى به العيش المبلول ده. يجي الزيبون يتكل العيد كل الكوم ده كله عيش ناشف اديني، يعبي له في خرجه، لما يمشي بيته هناك يكتشف انه العيد مبلول. أي يبقى ده نوع من أنواع الكذب، والكذب قد يكون باللسان ويكون بالفعل. ده ما غش أخوه المسلم، يبقى لا، ذو لازم يكون صادق في أقواله في أحواله. كذلك البهتان، والبهتان أكبر أنواع الكذب، اللي هو افتراء الكذب على الناس. ذو يفتري الكذب على الناس اللي هي التهم، أي القسف، ده أقبح أنواع الكذب. ان يتهم اخوه المسلم، يرمي به معصيه وهو بريء منها، يرمي به حاجه وهو بريء منها، يقول ان الزول ده بيعمل كده وهو بريء منها، يبقى ده القسف. ولذلك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. رواه مسلم. يبقى هنا الغيبة إنك تكون أخوك المسلم غايب تقول فوقه كلام ما بيرضاه، دي الغيبة، والغيبة من الذنوب الكبائر. أما إذا كان الكلمة نتكلم فوقه كلام وما حاصل، اتهمنا بكلام كذبا وزورا، ده البهتان، والبهتان ذنبه أكبر من ذنب الغيبة. يبقى نعمل حسابنا، نبتعد من أعراض الناس، من الكذب، من اللي ما نكذب حتى ولو في الهزار. كذلك في بعض النكت بيحكوها بعض الشباب، النكت دي إذا كانت نكتة بريئة ما في أمام مساد بإنسان، ولا جبنا اسم زول، ولا فيها كلمات إلحادية، ولا كلمات بذيئة، ولا كلمات حية، يبقى في الحالة دي مباحة. أما أي نكتة فيها مساد بشخصية زول معين، أو فيها مساد بالعقيدة بالدين بوعد الله، يبقى نبتعد منها، لأنها نوع من أكبر أنواع الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.